أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو المنهج الذي يجب على المرء المسلم أن يسلكه في مثل هذه الفتن؟ أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يحمي الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد الأعداء والكافرين، ويوطن الناس، لأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأن هذا شيء ليس جديدا من الكفار أنهم يهددون المسلمين دائما، ولكن الله مع المسلمين، فالمسلمون يحسنون الظن بالله ويعتصمون بالله ويتوبون إلى الله، يصلحون أحوالهم، يصلحون أحوالهم، ويقومون على بيوتهم وعلى من تحت أيديهم وعلى من حولهم، يتآمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر، حتى يرفع الله ما بهم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، عليه من يتوب. أما أنهم يتلاومون فقط والشرع على فلان والشرع على فلان، ولا يكون هناك إصلاح للأحوال ولا دعاء ولا موعظة ولا شيء، هذا ما لا يجوز، وهذا يسبب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. أما الكلام في الحل والربط، هذا عند ولاة الأمور، عند ولاة الأمور هم اللي بيديهم النظر في هذه الأمور، الله يعينهم ويسدد خطاهم ويوفقهم إن شاء الله لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ورد كيد الأعداء. ندعو لهم، ادعوا لولاة الأمور أن الله يسددهم، أن الله يحفظهم، وأن الله يعينهم، وأن الله يوفقهم للخروج من هذه المآزق. ادعوا للمسلمين، وادعوا لولاة الأمور، وادعوا على الكفار، وأصلحوا أنفسكم أيضا، أصلحوا أنفسكم. نعم، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم.